تعالوا بقى نروح لحاجة تفرحنا ونعرف منها الدور الاجتماعي للرياضة، وإزاي إنه الرياضي ممكن يكون قدوة. الأسبوع اللي فات كان معانا في الاستوديو الطفل عبد الله الكلحاوي ابن أسوان الجميل، وسألناه نفسك تشوف مين من المشاهير والنجوم؟ قال لنا نفسي أشوف نجم النادي الأهلي الكابتن وليد سليمان. الحقيقة يعني الكابتن وليد سليمان أول لما سمع كلام عبد الله بصراحة يعني ما تعبناش عشان نقدر نوصل له وإنه يستجيب لطلبنا وطلب عبد الله. ومش هحكي، تعالوا نشوف لقاء الكابتن وليد سليمان وعبد الله ونرجع تاني. عايزه اقول لك بقى حاجه، ايه النهارده احنا يعني سعداء جدا جدا بوجودك معانا، ان انت جيت النهارده عندنا، وانا عارفه انك انت بتحب الكوره جدا وبتشجع الفريق الاهلي، صح مش كده؟ نفسك مين من اللعيبه انك انت تقابله مثلا او تتكلم معاه؟ محمد سليمان. قرب المايك. قصدك كابتن وليد سليمان؟ أيه. صح؟ بتحب الكابتن وليد سليمان؟ أيه. طيب انا هحاول نرتب لك معاه ميعاد. ماشي. وتحب تنبسط يعني لو عملنا لك كده؟ طيب خلاص. عفوا، هات امسكها لك على بال ما تبرد. عبد الله انا عامله لك مفاجاه النهارده، بتفكر كده ايه ممكن تكون مفاجاه ولا خليها مفاجاه احسن؟ عايزه اسمعك. ماشي يا مفاجاه، ادخل يا سمسم. المفاجاه قلب الاسد وصل. بس من غير بوس، من غير لمس. عبد الله انا سعيد ان انا شفتك النهارده، وانا لبيت طلبك ان انا اجي اشوفك واتشرف بيك، ده شرف ليا طبعا. وانا سعيد ان شفتك وانا متابعك كتير جدا، وشفت الحلقه وشفت لك فيديوهات جميله جدا، وانا جيت النهارده عشان اكون سعيد بوجودك. الله يخليك حبيبي. بتقول ايه يا عبد الله؟ بقول الله يخليك يا كابتن. يا عسل يا عمر. أسوان يا قمر. جميل. أنا شايفة في هدايا كده، يا ريتني كنت عبد الله. قول له بقى أنت كان نفسك في إيه يا عبد الله؟ احكي له أنت كان نفسك في إيه؟ نفسي كنت أغني أغنية الأهلي. نفسه يغني أغنية الأهلي. طب ما تغني. يلا. أهلاوي أنا لما بحب أتسلى ما بحبش أزنب، أنا لما بحب أتسلى ما بحبش أزنب، أنا عندي أقرب جلة وأزقز زي ما أحب. أهلاوي أهلاوي بطل الدور أنا أفريقيا إن شاء الله. فنان، فنان جميل. وانت يا كابتن انسان جميل. بجد متشكره انك انت لبيت دعوتنا النهارده، ويعني بصراحه في منتهى السهوله والتواضع، وبنشكرك جدا. ربنا يخليك يا فندم. وبنشكر فريق الاهلي كله يعني بصراحه. ربنا يخليك يا فندم، انا سعيد ان انا متواجد معاك اولا ومع عبد الله، وانا كنت يعني سعيد جدا ان هم قالوا لي ان فعلا عبد الله عايز اشوفك، ودي حاجه يعني حاجه كويسه بالنسبه لي. هو بيتمنى، كان من ضمن احلامه، وانا لما سالته قلت له انت نفسك في ايه؟ قال لي انا نفسي اكون زي الكابتن وليد سليمان. ده ان شاء الله يكون احسن باذن الله، وانا بوعده من خلال حضرتك ان شاء الله الدنيا بس في تتظبط شويه ويجي النادي عندنا يشرفنا ويقعد مع كل اللعيبه. عايز تروح النادي يا عبد الله؟ ان شاء الله. عايز تروح؟
ماشي، هصورك مع كل البطولات هناك ان شاء الله. اه بس الازمه بس تعدي بإذن اللي مقعدانا كل واحد كده. لولا كده كنت عارفه انه عبد الله يحب يحضنك وانت كنت عايز، واحنا بالظبط التزاما لفروض كورونا. اكيد طبعا يا فندم، لازم كلنا ان شاء الله يعني ربنا يعدي الازمه دي على خير وكلنا نلتزم بالتعليمات وربنا ان شاء الله كريم يا كابتن. باذن الله. ميرسي جدا، وعايزينك بقى تقول كلمه لمشاهدين برنامجنا كل يوم، تقول لهم ايه؟ انا بقول ربنا ان شاء الله يعدي الظروف الصعبه دي على خير باذن الله. احنا يعني شعبنا الحمد لله ملتزمين على قد ما يقدروا ان شاء الله، ووقت قليل ان شاء الله وهتعدي، وربنا كريم ان شاء الله هندخل على رمضان كلنا نرجع ذكريات رمضان زي زمان، وان شاء الله ربنا كريم باذن الله. ان شاء الله باذن الله، وكل سنه وانت طيب. وعايزين بقى نختم بالاغنيه نغنيها احنا الثلاثه مع بعض بتاعه الاهلي. يلا يا عبد الله. يلا أهلي ده حياتنا، شفنا معاه المعجزات وتاريخه كله يحكي عن أغلى الإنجازات. أيوة، من شغلنا ورا ننسى كل اللي فات، في الشدة أنا برضو ظهره أرفع الإنجازات. أهلاوي بطل الدور أنا، أفريقيا إن شاء الله. أهلاوي أهلاوي بطل الدور أنا، أفريقيا إن شاء الله. برافو يا عبد. كويس يا عبد الله، برافو. نشكرك جدا يا كابتن، ألف شكر. شكرا لجبرت بخاطر عبد الله، وجبرت بخاطر أنا سعيد إن أنا كل واحد كان نفسه يشوفك يعني. وشفت عبد الله، ربنا يخليك يا فندم. شكرا جدا، شكرا يا فندم. فعلا انا يعني حابه اشكر انسانيه الكابتن وليد سليمان وكل النادي الاهلي. وبعدين الكابتن وليد سليمان حقيقه انسان محترم جدا ولاعب خلوق، وهو فعلا يعني حتى في وجوده وهو موجود في الحاله اللي كانت معانا كانت انسانيته كلها طاغيه يعني. فانا بشكرك جدا يا كابتن وليد حاوي الكره المصريه، وشكرا للنادي الاهلي اللي سمح لوليد ان هو يكون معانا ويجبر بخاطر عبد الله. ومشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع نستكمل بقيه حلقتنا.